اهلا وسهلا، وكي دايرين؟ ولاباس عليكم؟ اش كتعودوا؟ بديت لكم فلوكس الخمسة د العشيه، ضربت بواحد النعسه واحد شويه. دابا راه انا فيقت بنتي، غادي نوجد. قلت ماما ما كايناش، مشات تشوف امتها، وبقيت غير انا واختي سيها من يوم في الدار. حتى مرت خويا ما كايناش، مشات تزور خالها في العروبيه، مريض الله يشافيه ليهم. ودابا انا غادي نوجد الكوتي، وغادي نتسنى ماما تجي نديرو الكوتي. اليوم غنمشيو الحمام، غادي نشارك معكم اشنو كنت معايا الحمام فاش كنكون في المغرب، وغادي نشارك معكم روتيني قبل الحمام مغربي ومن ورا الحمام شنو كندير. المهم انتما معايا ما تشوفين. يلا هنايا كنسخن بنتي شويه الحليب مع الشوكولاط. سيها مشات تجيب بنتها من المدرسه. المهم انا نوجد الكوتي بما جا. حنا كنجمعوا حوايج الحمام، ممكن هادي ديال من هادي يا ماما، ديال من هادي ديال حماتي ما كانتش كتبقى مع ماما هنا، راه مخليها الحمام. المهم غادي نهز النور داكشي ديالها. عندها هذا صابون كنغسل ليها به الحمها، حيت مابقيتش كيف قلت لكم كنسمع الانس نستعملها زويتصل، وديال اللي شاريه لها ديال السيام قرعه كبيره وما بغيتش نجيبها معايا، جبت لها غير هذه. وهذا الشامبوان ديالها بقى كنغسلها كيف قلت لكم زويتصل، وهذا كنديروا ليها ملي كتخرج من الحمام شعرها، معطر ديال الشعر. وهذا دابا غادي نجبد داكشي ديالي. البنات دابا راه درت هاد الزيت لشعري اللي كنت خديت من عند هير شوب، درتو وغادي نمشي دابا حتى الحمام ونغسل شعري. البنات ها هي هذه، وغادي ندي هاد جيل دوش ديال نيفيا. الشامبوانات ديالي الشامبوان ديالي ها هو شرحني لو باش. والشامبوان اللي كيعجبني نغسل به هو هذا، هيدا نشورد هو اللي لقيتو من احسن شامبوانات اللي غسلت بهم. غادي ندي هذا الماسك هذا لانني ما جبتش بانانا ديالي، غندي هذا الماسك وهذا الصابون البلدي ديال هيرب شوب حتى هو. وغادي ندي معايا هاد الحنه، هاد التبريمه هذه اللي بالاعشاب، ريحتها غزاله، غادي نديها معايا حتى هي. وغادي نجرب هاد الحليب ديال الجسم اللي سيطو ليا هيرب شوب حتى هو، غادي نجربو. شوفوني غلقت هاهي. طبيعة الحال خرقة ديال الحمام هي غادي تجيبها ليا ماما. ديت هاد القماش باش غادي نحكو جهي، و هاو دي ميلور كنزيد في حياتي البنات. و ماما كيزدي الحمام ومشطه عافاك شتوها ياد. وهذا دوم الحمام صافي. هنايا جمعت كلشي داكشي ديالي. البنات هنايا صافي، غادي نمشيو دابا للحمام. كتفوني مشعكه ماشي مشكل. غادي في الطوموبيله، غدا معايا سهام بنيتها وانا وماما. احنا اللي غاديين للحمام. نتلاقى معكم ملي رجع من الحمام ان شاء الله. المهم قبيله انا درت واحد الماسك مقشر للبشره، هذاك ديال سميتو الطين الاخضر هو اللي كنت درتو. صافي غسلت وجهي ومن الحمام غادي نقول لكم. المهم شفتوني هزيت الحليب وداك الشيء، ممنوع نصور في الحمام راكم عارفين. هزيت المرطب الجسم ومرطب البشره هما اللي هزيت. صافي ترجع من الحمام ونكمل معكم الفيديو ان شاء الله. نمشيو نضربوها بواحد التحميمه اللي هي خاصانه. تصوروا البنات والله الا الله كنت غادي نمشي انا وحسنه صاحبتي للحمام هذا الشهر هذا، كنا غادي نمشيو دايرين بروغرام، قلنا غادي نمشيو. قلت لها غنمشيو للحمام، قالت صافي نديرو بروغرام نمشيو للحمام. كنا غنمشيو لهذاك ديال ايندوف البنات اللي ما عارفينوش. سميتو حمام رويال، يعني حمام ملكي، داير 45 اورو الدخله. كنا غادي نمشيو سبحان الله العظيم، ولكن غادي نخلي تنتوسق عاوتاني ونغمال ونبغي الحمام ونمشي انا وياه. يلا نخليوكم نمشيو الحمام ونرجعو معاكم. البنات احنا جينا من الحمام، درنا واحد العصير دابا ديال الفواكه نشربو. قلت ماما بغات ديرو لينا مع الليمون، ولكن مابقاش عندنا الليمون.
ايوا درناه مع الحليب هاد المره. قلت ماما بلا ما ديري له عشاء لا والو، صافي ما ندير والو العشاء عينا بالوقفه. كيف قلت لكم مرت خويا ما كايناش، خالها مسكين فيه الضيقه ونزاد عليه الحال ومشات مع الوالده ديالها راه في الباديه ما غاتجيش دابا. غادي تبقى يمكن شي ايام وغادي تجي. المهم حنايا باركين دابا، البنات بزاف قالوا لي علاش درت الحفله، درنا هاد الحفله مش حفله مناسبه، ماما عرضات كيديروا العراضه كل مره اللي كنتو كتشوفوا في فيديو ديال سهام، فيديو ديال سهام كتشوفوهم كل مره كيتعرضوا البلاصه. وهاد المره جات نوبه في ماما تسناتني حتى جيت ودارت لهم العراضه، وبزاف ناس يقولوا لبنى وجدان ما كانوش وعلاش مرت خوك ما كانت، علاش درتوا العراضه وهذا. اول حاجه نقولها لكم، لبنى وجدان ما غيبقاوش يبانوا في الفيديوهات ديالنا، لان باباها يعني راجل لبنى اختي ما بقاش بغاهم يبانوا في الفيديوهات معنا، قال لهم صافي ما تبقاوش تبانوا احتراما للزوج ديالها، ما بقاش بغاهم يبانوا. لبنى كانت خارجه داك النهار هي وراجلها، يعني واخا تكون غادي حيت حنا كنا غنديروا العراضه بالخميس، والناس شي ناس ما غاديش يكونوا بالخميس، حولناها للاربعاء داكشي علاش. وهي ديجا دايره مع راجلها رونديفو غادي يخرجهم عنده روبو الاربعاء، وكان مشى خرجهم ما كانش هذاك النهار، كانوا غير عائله ماما خالاتي كانوا جالسين في هذا البيت هذا ما كيتصوروش هذوك حتى هما، وصحابه ماما وصحابه سهام كانوا في الصالون هما اللي صورت. بالنسبه لمرت خويا كانت، ولكن مرت خويا ما عمرها ما بانت عندي في القناه باش غنبينها لكم. وبلي ما راه قلت لكم راه هي اللي غسلت الاواني، هي وخالتي ديال الغداء، وانا وسهام غنغسلو ديال الكوتي اولا. ومرات خويا راها ما كتبانش وما عمرها ما غتبان عندي في القناه، احتراما لخويا ما باغيش برتو تبان حتى هي، يعني كيقول لك يا لا لا كانت دايزه من وراك ولا شي حاجه اولا ايديداتها ولا تسمعوا صوتها من ورا الكاميرا، اما الوجه ديالها ما بغاهاش خويا تبان نهائيا. وصافي هادشي اللي كاين، انا جاوبتكم على الاسئله ديالكم لان بزاف سولوني. وثاني بزاف الاسئله كيجيوني، سناء شنو هو السر ديال وجهك ولا عامر تبارك الله اشنو درتي ليه؟ بلات انا ما درت لي حتى شي حاجه، راحت البال ملي كتكون واحد راحت البال ما كيكونش صامي، ملي شفتوني راه وجهي ضعاف عرفوا بلي كنسهر مع بنتي مريضه ليا. هادشي اللي كاين، اما تندير شي حاجه ما كندير حتى شي حاجه لوجهي، وكذب عليكم كذب اللي يقول لكم يدير شي واحد شي حاجه لوجهه باش تفورما لي راه راحت البال. بزاف اللي كيغريو الناس بحال دابا، انا نقدر نستافد منكم نقول لكم اجيو تشوفوا الوصفه اللي درت وجهي باش عمر وهذا، ونعطيكم اي وصفه ونكذب عليكم. ولكن لا انا ما كنكذبش عليكم، انا كنقول لكم غير اللي كاين، ما درت حتى شي حاجه لوجهي. ملي كنلقى راحتي وكنولي نعس في الليل ولا ما كنكونش ستريس ولا هذا، ستريس ما كيجينيش من المشاكل، حيت الحمد لله ما عنديش المشاكل كاع لا مع الزوج ديالي لا مع العائله ديالو، غير كيجيني هاد عامين الاخرى، ولا كيجيني الاكتئاب كيجيني الى نضيتو البال. ومتتبعين القدام عارفيني بلي ديما في شهر واحد كنجي للمغرب، علاش؟ حيت ملي كتجي هذاك الجو ديال الغمامه والشتا وداكشي كيجيني انا الاكتئاب، وما ما كنبغيش نبقى تما، وراجلي تيصيفطني تيقول لي سيري تبدلي. ولكن هاد المره صيف جيت بزاف المرات قطعت غير الي، لانني لقيت في داك المشكل ديال الطياره الدوليه باقي ما رجعوش ليا البنات توي فلوسي، باقي كيقولوا لي غنرجلو غنرجلو، باقي ما ردوش ليا 375 اورو ديالي هذيك اللي كنخلص بها الي روتور، مازال ما ردوها ليا. وداكشي علاش انايا قلت خلي حتى نرجل الامور ديالي وعاد غادي نمشي. وصافي هادشي اللي كاين. دابا جينا كيف قلت لكم ماما، قلت ما نديرو لا ماكله لا حتى شي حاجه. قلت لها بغيت انا غير شي بوكاديوس ولا شي حاجه غير من الزنقه ما ديري لينا والو. وصافي هادشي اللي كاين، وخليكم معايا كيف قلت لكم. يلا جيت درت غير داك المرطب الليلي يعني كريم ليلي درتو لوجهي، وجالسه دابا كنقرا في التعاليق ديالكم، ولقيتكم هاد الاسئله هما اللي سولتوها ليا وانا جاوبتكم عليها، وكنتمنى تكونوا فهمتوني. وداكشي علاش كنقول لكم وجدان ما عمرها ما غادي تقدر دير القناه، لان باباها ضد هاد الفكره ديال تبان في اليوتيوب. وصافي هادشي اللي كاين. اللي بغى يشوف وجدان غادي نخلي لكم الفيسبوك ديالها في صندوق الوصف، دخلوا شوفوها كتحط صوراتها تما، وقولوا لها جينا من عند خالتك سناء. ها هي اختكم شنو تشهاتها مثل خويا سيجيبوا ليه.
نقدر نصايبها في الدار كاين البنه ديال مول الحانوت بوحده. الطون مع البصله ومطيشه والخص كيف قلت لكم البنه ديال مول السناك ابارت والله الا ابارت. ايوا مكراش دابا شي كاس ديال الريب ويش هاد الرويناس انا الطون والريب. ايوا خليطه شليطه لا لا شي كاس العصير يا بنات الطانون شحال زوين ولاو دايرينو دابا كيحطوا الحوان تاع اول الاول على الدخله. هذا فيه التمر والتوت نوبتي شويه اكيد اجي تاكلي دانون اش لا شوفوا شحال زوين هذا كيدير 5 دراهم. ها البنات هنايا غادي نختم معكم فيديو نقول لكم تهلاو في راسكم باش ندير لكم هنايا المونتاج. صافي دوزتوا معايا هاد العشيه هادي شاركت معكم اشنو كندير معايا الحمام وفي المغرب وكيفاش كنقضي نهاري من هنا للعشيه. البنات اللي توحشوا نور غادي نوري لكم خطوفه لان بزاف البنات اللي ما عندناش الانستغرام بغيو توحشنا نور. ها نويوير الحاد كشتيو نور 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 تري باي باي. المهم البنات انا وريتها لكم واحد شويه هنا غنقول لكم تهلاو في راسكم مع فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.